انه اثناء تصوير انشاره لاعب سترونج قصه سيناريو حوار استاذ عمر جدلي، اخراج المبدع الاستاذ حسن غرجا، انتاج قناه الثانيه. هذا الشريط هذا وحنا كنصوروا في اخر مشهد في الجبل ديال فوق ديال عين عسردون مدينه بني منال الجميله، كنتعرض لواحد السقطه ناتجه على واحد الكابل ديال الضوء اللي ما شفتوش، واللي الخطا ديالي انا لانه الكابل المحطوط دزت البرومي بريز الدوزيام بريز لا تخوازيام اثناء الهروب ديالي، لان اللقطه كتضمن واحد الهروب من بعد واحد الفعل معين اللي في يدي واحد الاله حاده، كنتاكل بداك الكابل ديال الضوء وكنسقط على وجهي. تصبت بمجموعه من الخدوش على مستوى الوجه، على مستوى اليدين، على مستوى الظهر والرجلين ديالي، ولكن الحمد لله من بعد ما حملوني للمستشفى تبين بان ما كنتش قصور، فقط خدوش. هاد الخدوش هذه اللي دابا دازت اسبوع والحمد لله ما كاين حتى شي مضاعفات، تماثلت للشفاء. فالغايه من هاد التصريح هو تقديم الشكر والشكر الجزيل لكل الناس اللي اتصلوا بعبد الرحيم المنيري، سواء هاتفيا، سواء عبر الرسائل، سواء عبر السؤال من خلال مجموعه من الاصدقاء، كل الذين يحبون عبد الرحيم المنيري داخل او خارج الوطن شكرا بزاف، وراكم على راسي من الفوق. وكنقول لكم بانني وليت بخير وعلى خير ولله الحمد. واحد الشعور لا يوصف اللي حسيت به وانا كنتلقى الرسائل ديالكم. شكرا شكرا شكرا.